الناس هذو بارك الله فيك، انا واحد منهم، عندي 6 نقوش وكاري، وعلى حد الان ما خدام ما ردان. ملي وقع هذا المشكل هذا على حد الان ما عندي ما ناكل. انا واحد من هاد الناس كاملين تنهضر عليهم كاملين، راه كلهم ما خدامينش لا في الموقف لا حتى في حاجه، كلهم مخصوصين ومحتاجين وما تخلصوش على حد الان، ما مستافدينش من رامي. انا واحد منهم، وكاين اللي تخلص جوج شهور، وحنا واقفين بارك الله فيك، حنا تنموتوا بالجوع تنتحاشموا مع اولادنا، كاع عندكم ولادكم، كاع عندكم ديوركم. انا عندي 6 نفوس ما عندي ما ناكل في داري. انا تنهضر معاك، انا 6 نفوس وكاري، وبغيت اللجنه، راه السلطه تنهضر قدام السلطه، بغيت اللجنه على هالشي هذا. شوف اش عندي انا، كاين اللي عنده تخلص جوج مرات، انا ما عندي حتى حاجه، تركه الشاصحيحه ما عنديش. وهاد الناس اللي تشوف هنا كاملين مخصوصين لهم، وتا واحد ما مستافد، حتى واحد ما مستافد. بالنسبه لشنو قال لكم السيد الرئيس ديال البلاد؟ تنطالبوا من السلطه ديال البلاد يديروا لنا شي حل، تنطالبوا من سيدنا يدخل لنا في المشكل ديالنا، وعيش الملك. بالنسبه للسيد الرئيس الدائره، اللقاء اللي درتو مع السيد الرئيس الدائره شنو قال لكم؟ قال لنا غديروا شي وثيقه وجيبوها لنا. قال لك دابا سجلوا الشكايه ديالكم، الشكايه ديالكم، واني راه سجلنا عاود سجلنا عاود سجلنا، ما كاين والو، حتى واحد ما كايوجد. درنا ديال الرامي ودرنا ديال لاكارت، ما خلينا ما درنا، راه ما كاين والو. هو كاين كاين جوج مرات، عيب والله الا عيب. اش جوج مرات عندهم ديال لاباس عليهم، تخلصوا لنا ديالنا ما تخلصوش. واش هذا فقير ولا مفتاح؟ يلاه الله يكون يعاونك.